مساكم الله بالخير. قضية الإضراب اللي دعت لها النقابات النفطية باتت اليوم حديث الشارع بين شد وجذب وبين شكوك وتخوين في ظل حالة من عدم الثقة بين جميع الأطراف. النقابات قررت الإضراب احتجاجاً منها على مس مميزات القطاع النفطي وحقوق العاملين مثل ما يقولون، وفي المقابل مؤسسة البترول والحكومة رفضوا الإضراب واعتبروه تهديد لمصالح البلد العليا. الموضوع لا زال ساخن وفي تطور مستمر، وما في حسب الظاهر بوادر حل بالأفق على الأقل في المدى المنظور. لكن قبل ما نعرف وين ممكن الأمور بتوصل وبأي اتجاه، خلونا نتوقف أول عند هذا التقرير. نفذ اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية إضرابا شاملا في مقر الاتحاد في الأحمدي رغم الدعوات الحكومية لهم بالتراجع عن الإضراب وعدم الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والجلوس على طاولة المفاوضات، حيث توفد المئات بزي عملهم الرسمي إلى مقر الاتحاد منذ ساعات الصباح الأولى وسط تواجد أمني مكثف. ويأتي الإضراب احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي والذي لا يزال ينظر في اللجنة المالية البرلمانية. جميع الدول الاتحادات والنقابات يطالبون بمزيد من المكتسبات، يطالبون بكذا. اليوم احنا عندنا الاتحاد النفطي قاعد يطالب بتثبيت الحقوق مالته، بتثبيت الميز مالته. المشاركون في الإضراب رفعوا سقف مطالبهم داعين إلى إقالة قيادات مؤسسة البترول إثر هذه الأزمة، في حين أكد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت صلاح المرزوق أنه لا يوجد أي مفاوضات مع مؤسسة البترول حتى هذه اللحظة لوقف الإضراب. جاء دفاعا عن حقوقكم ومكتسباتكم اللي أقرتها اللوائح والأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو والاتفاقيات المباراة بين الطرفين. وفي خطوة لمواجهة الإضراب أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد أن مؤسسة البترول والشركات التابعة لها فعلت خطأ الطوارئ بالقطاع النفطي، وطمأن عملاء المؤسسة في الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها وقادرة على تلبية متطلبات السوق العالمي في الوقت الذي أعلنت فيه شركة نفط الكويت حالة الطوارئ من الدرجة الثانية إلى إشعار آخر بسبب تداعيات الإضراب على المرافق النفطية. وأضافت شركة النفط أن الإنتاج انخفض إلى مستوى 1,100,000 برميل نفط يومياً، أما معدل إنتاج الغاز فوصل إلى 620 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك حسب خطة الطوارئ الموضوعة بسبب الإضراب. وعليه تكون خسارة الكويت 74 مليون دولار من إضراب النفط يوميا نتيجة انخفاض الإنتاج. من جانبه نفى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري في حسابه على موقع تويتر صحة الإشاعات التي ترددت عن إغلاق مصفات الشعبة، مشيرا إلى أن مصافي الشركة الثلاث تعمل حسب خطة الطوارئ. كما نفى المطيري الاستعانة بأي عامل من خارج الشركة سوى أبنائها الحاليين والمتقاعدين، مؤكدا في الوقت ذاته تأمين السوق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا هذا التقرير حول إضراب عمال القطاع النفطي، ويسعدني أن أرحب عبر الهاتف بالسيد خالد العسعوسي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية. مساء الخير أستاذ خالد. مساك الله بالخير أخ عمار، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافية أستاذ خالد. خطة الطوارئ اللي أعلنت عنها شركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول ممثلة بالشركات النفطية، إلى أي مدى الآن نقدر نقول هي تحقق المطلوب منها حتى الآن؟ نعم، طبعا خطة الطوارئ حسب ما مقرر لها ومخطط لها من قبل شركة البترول الوطنية مع باتفاق مع مؤسسة البترول وكذلك مع زميلتنا شركة نفط الكويت، تعتمد على الإيفاء باحتياجات دولة الكويت المحلية من مشتقات بترولية سواء في محطات البنزين أو لوزارة الكهرباء والماء أو للشركات الأخرى الزميلة،
كذلك تصدير منتجات النفطية والنفط الخام لزبائننا حسب الخطة ومبيعاتنا السابقة. الخطة الحمد لله يعني ماشية على قدم وساق، وعندنا يعني إنتاج متزايد بشكل يومي، والحمد لله عندنا مخزون نفطي كافي، ويعني أمورنا طيبة إن شاء الله. الآن النقابات قاعدة تدعي بأن هناك مخزون يكفي، مخزون النفطي يكفي لمدة 6 أيام، هل بالفعل هذا الكلام دقيق؟ طبعا يمكن يكون يستيقظ لبعض الدقة. أول شيء يعني المخزون النفطي يتكلم عن مخزونين، مخزون لإفادة الاحتياجات المحلية، عندنا مخزون يكفينا تقريبا شهر للبنزين ويعني الممتاز والخصوصي وغيره، كذلك عندنا مخزون من الغاز والمشتقات البترولية يعني وزارة الكهرباء على أساس استخدامها في محطات القوى الكهربائية، هناك كذلك مخزون يعني للتصدير الخارجي سواء يعني نفط خام أو مشتقات بترولية من اللي تنتجها شركة البترول. يوميا احنا اليوم بدأنا ننتج 1,100,000، اليوم زاد ل 1,300,000، واحنا في تزايد مضطرد في الانتاج، وان شاء الله يعني كلها لمصلحة يعني الامن الاقتصادي والامن الوطني لدولة الكويت. طيب استاذ خالد، الان اذا نبي نتكلم عن القادم، الان المشهد القادم، كيف ستتعاطون مع المضربين، مع النقابات النفطية التي اعلنت الاضراب، والتي حسب الظاهر حتى الان انها يعني لا يوجد هناك اي خط رجعة من قبلها، كيف ستتعاطون معها؟ واحنا يعني نتامل بالاخوان يعني خير، كلهم زملاء لنا ويعني اخواننا في العمل، واحنا يعني نتامل رجوعهم يعني للمنطق والجلوس على طاوله المفاوضات للوصول الى حل توافقي، ولكن عندنا خططنا البديله. اليوم احنا عندنا اخوان متقاعدين، عندنا موظفين شركه يعني ارتأوا يعني ما يضربون مع اخوانهم الاخرين، في ناس رجعوا اليوم يعني ما كانوا متواجدين بالامس اليوم رجعوا لمقر دوامهم، هناك شركات نفطيه زميله سواء محليه او اقليميه يعني ابدت استعدادها لتزويدنا. في تراجع من قبل يعني المضربين استاذ خالد؟ والله لهالمرحلة احنا نسمع بعض يعني الاشاعات او الاخبار، خلينا نقول في يعني رغبه للتفاوض، ولكن احنا يعني نتامل فيهم خير، هم اخوان لنا وزملاء، وان شاء الله تنحل الازمه يعني في اسرع وقت. في اي مبادره الان يعني مطروحه على طاوله الحوار انها يعني تضم جميع الاطراف؟ هل في مبادره الان انتم في المؤسسه قاعد تقومون فيها؟ والله انا شفت اخر خبر في كونة من قبل ربع ساعه، معالي وزير النفط يعني دعا الموظفين للرجوع الى يعني مواقع عملهم و طمنهم على يعني مستحقاتهم سواء الرواتب او المكافآت، وهي كلها كانت يعني بدايتها بعض المبادرات اللي جاءت من قبل يعني الاداره العليا للقطاع النفطي على اساس يعني يتوقف التضخم في يعني المصاريف والتكاليف المترتبه على هذه الامتيازات، وكنا يعني كلنا امل ان يعني نتفاوض عليها ونطلع في حل توافقي بين الطرفين لمصلحة البلد ومصلحة الموظف. طيب كلمة أخيرة أستاذ خالد توجهها الآن للمضربين، شو تقول لهم؟ والله المضربين هم يعني أخوة وزملاء كويتيين تهمهم مصلحة البلد، ومتأكدين إنه يعني راح يعني نعول عليهم في إنهم يرجعون إلى يعني مواقع عملهم، ويعني يتم يعني التفاوض، وإحنا كلنا بالنهاية في قارب واحد، واي خساره للكويت هي خساره للجميع، يعني سواء يعني للعامل او للموظف او لاهله او للاقتصاد عموما. المتحدث الرسمي باسم شركه البترول الوطنيه السيد خالد العسعوسي، كل الشكر لك.